تكاتف نقابي وتعاون طوعي من أجل تعقيم وتعفير القضاء وعدم الاكتفاء بالإرشادات والوقاية المتخذة من الجانب الحكومي. حملة توعية وتعقيم وجهود اجتمعت بها نقابة المحامين والمعلمين والجمعية الفلاحية التعاونية في قضاء عفك في الديوانية من أجل منع انتقال العدوى لفيروس كورونا في القضاء واتخاذ التدابير الوقائية في ظل ضعفها من قبل الجانب الحكومي ونشر ثقافة اتباع الإرشادات الصحية وعدم الاستهانة بالأمر أبداً. بادرت نقابة المحامين بالتعاون مع نقابة المعلمين واتحاد الجمعيات الفلاحية لإطلاق مبادرة سميناها احمي نفسك، وهذه المبادرة تلخصت بتعفير المراكز الحيوية والاجتماعية في المدينة بتعفير بالمواد المطهرة وبث الإرشادات والتوعية والالتزام بالإرشادات التي تصدرها خلية الأزمة. حقيقة لا يوجد أي جهد حكومي ملحوظ، ومشكورة الكوادر الصحية تعمل بالممكن والمتوفر لديها. أهم ما تم استخدامه في عملية تعفير وتعقيم المحال والشوارع وحتى المنازل هي الماكينات الزراعية، حيث تم ملئها بمواد التطهير والمعقمات، وتوزع العمل بالتساوي وحسب الخريطة الجغرافية للقضاء، حيث تم استنفار كل طاقته من أجل تحقيق الهدف الذي اجتمعوا عليه. كاتفت هذه الجهود من أجل التخلص الفيروس ومن أجل مواجهة الفيروس بصورة عامة، وكذلك المدينة أبناء المدينة توجهوا لهذه الحملة الطوعية، وكذلك النقابات نقابة المعلمين ونقابة المحامين، وكذلك جمعيات الفلاحية اللي قامت بهذا العمل. يعني كل اللي اشترك بهذه الحملة هو جهود طوعية؟ جهود طوعية استثنائية، نسأل الله أن يخلصنا من هذا الفيروس. على عاتقنا وعلى نفقتنا الخاصة وعلى الجمعيات الفلاحية ونقابة المحامين والمعلمين وفرنا الساحبة الزراعية ووفرنا كثير من الآليات والأخوة اللي موجودين العاملين لغرض تطهير الشوارع في عموم القضاء والمحلات، اللي وجهنا قسم من الباعة المتجولين بعدم الملامسة فيما بينهم. حين تشتد الأزمات تظهر النخوة العراقية، حيث الجميع يشترك ويساهم ويعمل من أجل فائدة ومنفعة إخوته، وهذا الجهد الطوعي دليل الوعي والثقافة من أجل محاربة فيروس كورونا. أنتم ناس كلكم شعب واعي ومثقف يقدر يتعامل مع الجهات الصحية والتزام بالتعليمات والإرشادات اللي تصدرها خلية الأزمة ووزارة الصحة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.